شلون؟ يا حزك شو الفيديو تبع اليوم؟ ما بعرف بس فيه كتير كل مرحبا. كيفكن علي الطارق ويا رن؟ ان شاء الله تكونوا بألف ألف خير. نالكن قد الدنيا. جيناكم اليوم بفيديو جديد. شو فيديو اليوم يا رن؟ اليوم نجرب أغرب وصفات التيك توك. نوع هدول الفيديوهات أنا كتير كتير بحبهم، بتحمس فيهم لأنه بحس هيك وأتفرج تيك توك وأنه شفيك شغلة بقول إنه لا مستحيل تزبط. عندي كثير فضول دائما يا ترى بيزبطوا بالحقيقه ولا لا، لهيك اليوم حنجرب هاي الوصفات عنا بالبيت. لهيك تابعوا الفيديو للاخير وحطوا لنا كثير كثير لايكات واكتبوا لنا رايكم بالفيديو تحت بالكومنتات، واللي مو مشترك بالقناه يشترك. جاهزين؟ يلا. واو انا كثير متحمسه للفكره. انت شو رايك حتزبط جيلي على سكيتلز؟ لا سكيتلز جيلي ما بتزبط. لا لا انا بقول بتزبط لانه يعني هي جيلي على طعم سكيتلز. ما بعرف هذا حتى انت السكيتلز انا ححط حط وحده جيلي. هسه هات مي سخنة يعني مي مغليه. طيب يلا حطهم كلهم يعني نعملها بنفس الوقت. نقدر فيك تحط حطهم. شوف شو حلو. شوف هذا الجيلاتين. يلا حط السكيتلز كلياته. يلا واحد اثنين. شمم ريحتهم. شممتيهم يا ماما؟ لا بس ليش طلع بس لون احمر اكثر شيء؟ لما طلع لون احمر اكثر شيء؟ ايه ما لانه الاورانج واحمر هيك. هذا اورانج انا ما بتفهم شو الفيديو. شو لازم نعمل هلا؟ هلا لازم نحط المي تبع السكيتلز بالجيلي. ايه وبعدين عشان تصير جيلي. او بعدين نحطها بالفريزر بالبراد. اما بالفريزر لازم نحط المي تبع السكيتلز. على اساس طلعت كل طعم ما فيها خربيت كانما. ايه عشان نخلص جري السكيتلز مركب. هو بس لونه بيعطي الطعم لك. لا لا مو لونه بيعطي الطعم. انا ملاقي وين حنحطهم هلا؟ هلا حنحطهم بتبع الثلج مكعبات الثلج هي اللي بتعمل الثلج. يلا على الفريزر. مثل ما شفتم ما قالوا البيض بالاخير، بس حطوا البيض شوي وحطوا التورتيلا فوقه. التورتيلا طلعت اكبر من المقلاه. مو هيك انا اظن قالوا اكثر شوي. لك لا عشان شو قالوا اكثر شوي اظن. لا هلا بنقلها. بدك كثير قلي انت ما لها. هلا بنقلها يا معلطه تزبط. يعني هي سطويشة بيض وجبنه ما بعرف. بس شكلها كان بشهي والله. أنا كنت حمستله. والله؟ والله. بيض وجبنة؟ إيه. شو رأيك أنت حسن؟ بيض وجبنة أنا بحياتي ما شفت هيك شيء يعني. سندويشة بيض وجبنة شو ما شفت هيك شيء؟ عن جد؟ بس ليش أنت بتعرفي نستوي؟ ما بعرف حطلع حغش. ما استويت لا هسه شوي. والله؟ أحلى معنب خش على فكرة. يعني أكلة يعني. اظن استوى حاجة تمام. فرجيني ايه بس انا ما بحب البيض هيك انه ما انا مستوي كتير. فاستويت يلا استويت قلبية بديت حتى الجبنة انه استوى كمان اكتر اظن. هلا حلوة ايه. واو لا استوى شو لك كتر ايه بلا بس تحت تصفي بيضها على الان بالملاية بلاش بتصير على الخبزة هلا. هحط هاي جبنة مبشورة. ايه بعدين؟ بعدين قلبوها. بعدين قصدي سكروها. حرام ايدا هيك كمان؟ لا لا. بعدين هيك سكروها هيك. بس الله جبنه ما حد حدو ما حدو. نص على الماء. والله شكلها حلو عن جد. بتعرفي تشبه الاكل السني اللي بيكون بالمطاعم، هذا اللي بيقعدوا بيعملوه هيك. المكسيكي يعني. مكسيكي سمال سنة. يعني قصدك مثل البوريتوس وهيك. والله انا حبيت لما ماما هيك عملت فيها هيك. شو بس عم شايفهم. والله حبيت.
انت تحت احترق الخبزات. طب يلا حطينا بس لأنه مشان دوب الجبنة منيح. أنا أكيد دوب. طب يلا خلاص. هينا حسوا ما تبدو؟ يلا لا أكيد حتكون طيبة. أنا بقول طيبة. أيوة. إن ريحة الريحة عن جد طيبة كتير. أنا بقول ما لا طيبة لأن قلبي كتير عم بد يعني. ليش ليش عم بد؟ يعني عن جد هيك بوم. واو ما تقلمش هيك. آه المعبد. أنا بس حب الجبنة بس إذا ما سمعت فيها بطاطا أنا. ما في بطاطا. بيض وين؟ أنا ما كفيه بيض كده. ما لا طعم طيب. الله قديش بحبه. سخنة بس شوفي دابة الجبنة أنت عم تجيبها ما تدوب شوفي. واو. يلا. شو شكلها مثل الحلو فيها؟ سخنة كتير. حسومي. يلا واحد اثنين. واحد اثنين دغري فيكي. شو هذا هذا غش هذا؟ أكلت شايفت شوي صغيرة كتير صغيرة يعني لا دوها طيبة طيبة كمان سندويشة بيض وجبنة بجد طيبة طيبة مش طيبة ها عنين مثل اللي أنا بحبها اللي بحطوا جبنة فيها فهيك شو كانت اسمها هيك شي بتسكري هيك بصير سخانة جبنة سخانة بس على فكرة هي ما فيها طعمة بيض نهائيا ها طلعت بس طعمة جبنة تعرف شو بتشبه؟ تعرف شو بتشبه؟ بتشبه المناقيش السورية جد لأن بحطوا معها جبنة بحطوا مع الجبنة بيض والله؟ ايه هالفكرة حسيتها شوي مجنونة أنا ما بعرف يعني إنه ليش؟ لا شو؟ لا والله أنا مخرج يعني أعمل دولمة عراقية أو أعمل مو دولمة العراقية كمان بيحفروا كوسة وهيك؟ هذا ما لك كوسة. لك بعرف هي بس إنه قصدي بابا شوف يعني إنن المفروض أتبي حفر الكوسة إنه ما يعملوا لها هيك فأنا من أول واحدة طلعت دغري مع الطرف الثاني فاشل جدا يعني بالطبخ العربي بس إيه. قال جواته والله عظيم شكله كتير طيب. بابا خيار يعني أكيد طيب بس الفكرة بحد ذاتها إنه مع جبنة وهيك وشيبس ليش صحيح شيء تصنيع بيستعملوه غير هاد بس إحنا ما لقينا غير هاد بهولندا ما بعرف بقى. إذا حتطلع نفس الطعمة ولا لا يعني كتير غريبة والله يعني طيبة لا ما بعرف شي بس غريبة كتير دوب يعني بجد حسيتك ضربت الاذواق عندك يعني ما بعد اعرف طيبه مو طيبه شيء كثير غريب يعني الشيف ما عنده طعم بس هيك غريبه انا متى بتاكل سندويش يا بابا دوي شو طلع معك شو رايك؟ يعني خيار وجبنة ما بعرف طيبة لا نعرف المكونات بس انه يعني شو رايك هي؟ ما بعرف ما بتجرب يعني لا انا حبيت الاولاني اكثر يعني عادية ما شغلة غريبة يعني بما انه هالوصفة كثير كانت عادية فخلينا نروح على الوصفة الثالثة انا هي الوصفة كثير متحمسة لها حطوا اول شيء كريمة كريمة طبخ ما؟ لانه اكلك يعني ما بعرف انا كثير حبيت الفكره يعني هيك انه جبنه وانا كثير بحب هي هيك الكريمه وجبنه ودرة كثير فكره حلوه انا ما كثير بحب الكريمه يعني ايه كل كريمه مو كريمه كريمه بابا هي كريمه طبخ بابا هي غير شيء كان كريمه طبخ هلا بده حط لها شويه ملح انا هيك بظن طيبه هتزودي من عندها هيك حطوا لها من التشيتوس ما بعرف حاسه بلا ملح لانه جبنه والدره حلوه وهيك كله بلا ملح ما بعرف انت شو بتقول يعني حتظبط معنا انا اظنها طيبه لانه الخلطه كلها مع بعض شكلها طيب وانا هيك بقول كانت لحتى تغلي وهلا بلشت تغلي حاحط لها هلا الدره لا شكلها مش شكلها انا شكلها كثير حاببته يعني هيك كثير حلو شكلها هاي الأكلة كمان أظن حسوني تعجبوا لأنه درمع كريمة حط لها جبنة كمان
ومع جبنة ومع تشيتوس كمان. هلا تشيتوس استاذ يمكن هيك نشقفهم حطهم هيك ولا شقفهم؟ لا وترتيهم شو انا اظن هاي حتعطيها طعمه كثير كثير طيبه لان هيك طعمه جبنه كثير كثير قويه. انا دائما كان نفسي هيك بهارات جبنه هيك كثير قويه. اظن طعمه كثير مو طيبه. لا هلا دوق طيبه اكيد. عن شكلها النهائي شكلها والله بشهي. شوفي انا مجهزه سلفتي. يلا بس بينوال. لا مع بعض لازم. انا اخر واحد. لا لا مع لا بعض. يلا مع بعض. مع بعض احط معلقه احط معلقه. ما بصير تبلش تغشي. ها شو ها شو ها سخن سخن سخن. ها واحد اثنين ثلاثة. انا عجبتني. انا ما عجبتني. ما عجبتها؟ ما بتعجبني بس انا جاي على بالي لقاب خبزة. خبزة؟ ما بعرف هيك جا على بالي شكلها كثير هيك ما بعرف طيبه. لا بجد طيبه طيبه طيبه. هي بتجرب تبدوها؟ لا ما بدي انت شو بتجرب يعني طعم شو كريمه الشيبس يعني الشيبس والكريمه هن عن جد اقل شيء. عمره بخبز اقطيها بس انا طيبه ما بدي ناكل بس طيبه طيبه. عن جد عن جد بدي يصير اعملها هاي الوصفه لحالي بالبيت. يمكن حسيت انه طيبه الاكله لأنه احنا قضيناها بدل الغدا اليوم. بجد بجد الوصفة طيبة طيبة بتجرب جربوها بالبيت يعني. يعني ما بعرف انا كلياتهم بكفة وهذا بكفة. ليه؟ انه عنب وليمون حسن شو رأيك؟ ما بعرف يعني ليمون وعنب؟ ايه عنب وليمون مع بعض. لا يعني انا بحب الليمون يعني ما بعرف بس مع عنب من فكرة غريبة يعني. طب حيطلع عنب حامض سمو مستوي. طب جربي انت اول شيء. ايه يلا واحد فتحت لك واحد اثنين قولي لها الدرجه. طب معناتها عشان قبل ما نشوف رده الفعل خلينا نجرب نحن حسن بسرعه فتحت لك على الكاميرا فجدنا على الكاميرا. طيبه. انا روح يعني انا اظن هذا العنب جايبينه نحن كثير حلو فطالع هيك حامض بعدين حلو. لا كثير غريبه بيعطيك لذعه حامض اول شيء بعدين بيطلع حلاوه. فرجيهم وشك والله طلع الكاميرا. فرجي وشك على الكاميرا. يعني شو هي يعني اول شيء جربت الليمون بعدين اكلت العنب. بس طيبه انا حبيتها انا حبيت الفكره غريبه يعني. لا مو اني انا عن جد اجيب ليمون لا اكيد لا اكيد بس طيبه. حسون ما بدك تشوف صار بالسكيتلز؟ ملا يلا يا ترى صاروا؟ انا بقول انه صاروا يمكن لان حطيناهم بالفريزر. طب جيبي لهم بالله نشوف. انا هي اكثر واحده كنت متحمسه من البدايه لانه انا كمان انا كثير حبيت سكيتلز. انا عفوا نقيت انه اشتريهم يعني صح ما؟ صح ما يلا بس صاروا يا ترى؟ ما بعرف يلا واحد خليني بدي افتحي على الكاميرا. استني 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 افتح على الكاميرا. ثلاثة واو والله صاروا ما صاروا كانه بس شلون التاكا؟ المعلقة ما؟ اوه والله جد جيلي بالله هاتي هاتي معلقة. عن جد؟ عن جد صارت جيلاتين. ايه والله صارت مثل جيلاتين عن جد يعني. لا والله جد مين بده يدق ون؟ هي شكلها عن جد ايس ايس. هي ايس. مين يدق ون؟ يلا حسن واحد اثنين. انا بقول حالي انه كثير بارده يعني ما بحب. طيبه طيبه والله بارده كثير. شو هلا لازم احكي بس ما عاد الطعمه. ما له طعمه؟ لا طعمه؟ لا انا بدي ادوق معناتها. هذا طعمه عادي يعني يعني طعمه سكيتل يعني عادي يعني طعمتها مي مع شوية سكيتلز. ايه بس اخر شي بيضل بالتم هيك طعمة سكيتلز شوية صغيرة شوية صغيرة.
طب ماشي بشكل عام شو رايكم اني يعني بتجربوا ما بترجع بتنعمل لا يعني ما يعني ملل لانه لازم بدك تشمي مي من الشمس بدك تشمي مي يعني طب شو رايك بالوصفات كلياتها الوصفات يعني انا بس عجبتني اللي كان فيها هي الدرع 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 هذيك عن جد عن جد طيبه انا هيك بحب هيك هذيك الشغله الوحيده اللي كانت تستاهل التجربه بس هذيك اقل شيء مو طيب هذيك لا بابا طيبه انت 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 بس كانت اطيب شيء اما الباقيين يعني هلا تبع البيض والجبنه كمان كانت طيبه يعني هي سندويشه جبنه بس هي سندويشه عاديه اما البقايا كلهم ما يعني ما له داعي يعني ما بيستاهل التجربة لا انا ايش ماسك حاسس حالي استاذ مدرسه يعني ما بيستاهل التجربة لا 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 بالمره يعني انا هي حبيت شوي هاي بس لو فيها شويه سكر على فكره كان ممكن تطلع طيبه والله اذا حطينا شويه سكر كانت طيبه ومثل العاده رح نقرا اسم من التعليقات اسماعيل من الجزائر وكمان لا تنسوا تعلقوا لنا تحت هذا الفيديو عشان تطلعوا بالفيديو اللي جاي هيك بنكون وصلنا لنهايه الفيديو تبع اليوم اذا عجبكم الفيديو اشتركوا بالقناه عشان عائلتنا تكبر اذا حبيتونا حطونا لايك كومنت شير وسبسكرايب وباي.